واقع تردي الخدمات والأوضاع الاقتصادية انطلقت مبادرة البريقة مديرية نموذجية تتعاون فيها السلطة المحلية مع 6 من المبادرات الشبابية وتتجاور من خلالها الأيدي العاملة لرفع الروح المعنوية. المقصود من هذا المشروع أن يكون الأهالي وكل مواطن في المديرية مشارك ومساهم معنا في إصلاح وضع المديرية. الفرق الشبابية توزعت عدة مهام تهدف إلى تجميل هذه المديرية المتمتعة بمقومات سياحية دون أن يتم استغلالها، حيث أتلف الإهمال ما تبقى من مقدراتها الترفيهية. عبارة عن مشروع إسناد، وفكرة هذا المشروع تقوم على أن المبادرات الشبابية والشباب والتجمعات الشبابية في البريقة تقوم على مساعدة المديرية في تجميلها وفي الاستعداء وفي تنظيف المديرية وطلاها وإنارتها. وتحتوي كبرى مديريات المحافظة عشرات الشواطئ الجميلة دون أي فنادق ومنشآت سياحية، كما تشتهر باحتضانها مصافي عدن كبرى المنشآت الاقتصادية دون أن يعود ذلك بفوائد في المجالات التنموية. مهام كثيرة أمام هؤلاء الشباب كي يأتي عيد الأضحى، وهذه المديرية ذات المؤهلات الطبيعية جاهزة لاستثمار الموسم السياحي. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.